وأول المشتركين محمد جعفيل من لبنان. اسمي محمد علي جعفيل، عمري 26 سنة، من لبنان. أنا خريج تربية موسيقية بالجامعة اللبنانية. والد شجعني أكيد، يعني أهلاتي شجعوني أول شيء. والله من 6 سنين وأنا بس سمعت إنه صار عنده هالموهبة هيدي، صرت شجعه. صار عمره 8 سنين، فوتوا على الكونسرفتوار الوطني. لما بده يغني بيستحي، بقول له بعطيك 1000، ومعطيه 1000 يغني. شوي شوي كسر خوفه قدام العالم وقدام الناس. برافو بابا، برافو. I wanna go fishing cause it takes my stress away. I wanna go fishing. فايت على الاكس فاكتور، اكيد كل حدا بفوت بده يطمح لياخذ اللقب. نازل على المسابقه وما رح ارجع الا ما يكون معي 4 يس. بسرعه قبل ما تطلع على المسرح، مين اكتر واحد خايف منه من الجادجز؟ ما حدا. تعجبني ثقتك. طب اطلع ورينا على المسرح، انا هاخد الوالد ونتفرج عليك باك ستيج. جود لك حبيبي. يلا مساء الخير. شو الاسم الكريم؟ محمد علي جعفيل. من وين محمد؟ من لبنان، 26 سنة. شو بتعمل بالحياة؟ أنا خريج تربية موسيقية من الجامعة اللبنانية. وبدي أعود. عظيم عظيم عظيم. شو أك سمعنا؟ يا عسل كلك سحر. يلا تفضل. عسل يلكلك سحر، الله مكمل جمالك. ما شربت من مي البحر بتحلى المي كرمالك. يا عسل يلكلك سحر، الله مكمل جمالك. ما شربت من مي البحر بتحلى المي كرمالك. يلبق لك ولا أهضم من حركاتك، ولا أهضم من حركاتك. يا عسل يا الكلك سح، الله مكمل جمالك. ما شربت من مي البحر تحلى المي كرمال. برافو. يعني محمد والله أطربتني وأطربتنا، وأدائك وإحساسك وصوتك، ومتمكن من صوتك. أنا بهنيك على صوتك الرائع. باين إنك موسيقي، وباين إنك ملكت المسرح والجمهور. الله يحفظك إن شاء الله، وتقدم الأفضل والأفضل في الأيام الجاية. شكرا لك. استمتعت، وعن جد الله، لأنه وصلت إحساس الغنية. أنا وصلت لي كتير صراحة. أنا بقول أوكي أوكي، واو، برافو، بدك إيه. أنا أكيد بقول لك بيج بيج يس يس يس. فور يسز، أتمنى لك فور بيج يسز. بالضبط، بيج بيج. ميرسي لكم، الله يكرم وياكم. موفق إن شاء الله. مقهور ولا لا؟ صوته فظيع، اختياره كان ذكي جدا. بتحب تقول له ايه؟ شو بدي اقول له؟ الله يوفقه. ان شاء الله خطوه من خطوه نجاح لخطوه نجاح. الدرج بيطلعوا سلمها سلمها، واحنا ابتدينا الحمد لله.